بسم الله الرحمن الرحيم، وبداية نقول لكم شكرا على مشاركتكم معنا يمكن في المعرض الأول من نوعه. تم إطلاق اسم عليه الأصايل، وهي يعني هذا المعرض متخصص في ثلاث أشياء رئيسية اللي هي الجمال والخيول والصقور ومستلزمات التغذية العناية الطبية. فبتشوف هنا كلها اليوم في هذا المعرض، وبالنسبة لنا هذه نحن التجربة الأولى في المنطقة في مدينة الذيد، وأشكر كل من شارك معانا اليوم في هذا المعرض، وإن شاء الله يعني الغرفة ومركز إكسبو الشارقة إن شاء الله بيكون هذا حدث سنوي على جدول المعارض والفعاليات، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم لهم جميعا. وبالإضافة أن الغرفة والمركز حريصين على إقامة معارض متخصصة في مدينة الذيد، خاصة أن بعد ما قامت الغرفة بإنشاء هذا المبنى وإلى أرض المعارض في الذيد، وإن شاء الله بيكون فعاليات كثيرة تناسب طبيعة النشاط الاقتصادي لمدينة الذيد. فبتلاحظون أنه كان قبل شهرين شهر 7 كان عندنا مع مهرجان الذيد للرطب، والحمد لله يعني عدد الزوار والمقبلين على هذا المعرض في ازدياد. كذلك هذا المعرض إن شاء الله بعد ما يكمل الدورة الأولى والدورة الثانية والثالثة إن شاء الله حيكون عدد المشاركين من الإمارات وخارج الإمارات في ازدياد، وبيكون معني كذلك مثل ما قلنا قبل شوي بالخيول والجمال والصقور. ونتمنى التوفيق للجميع، ودائما نلقاكم على خير ومودة إن شاء الله، وشكرا على حضوركم وتشريفكم لنا في هذا المعرض. نحن على حسب البرنامج التوسعة للمركز في عندنا مرحلتين. المرحلة الأولى تم إنجازها واللي هي عبارة عن 20,000 قدم مربع اللي تشوفونه أمامكم، وإذا ما صار هناك احتياج والغرفة ارتأت في الوقت المناسب زيادة المساحة الإضافية، هي وفق المخططات موجودة، ولكن في وقتها إن شاء الله حتتم التوسعة، وهذا يرجع القرار إلى مجلس إدارة الغرفة وحجم طبيعة العمل وحجم المعارض اللي في ازدياد إن شاء الله وعدد الزوار. متى ما وصلنا إلى الطاقة القصوى أكيد الغرفة مجلس إدارتها بيتخذون القرار المناسب في وقته بعمل التوسعة الثانية، وهي تقريبا 15,000 قدم مربع إضافة، لكن حيكون في وقتها والله على حسب. نحن ركزنا في المرحلة الأولى اللي هي احتياجاتها، احتياجات الخيل والجمال والصقور، بتلاحظينها كلهم اليوم ناس معنيين في هذا النوع من النشاط الاقتصادي، وإن شاء الله يعني إذا كان استدعى الأمر كل الاقتراحات مقبولة، وكل ما يخدم المعرض أو معرض الأصايل بالذات في يعني إن شاء الله نبي احتياجات الزائرين والعارضين كذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكركم حضوركم المعرض الأول أصايل المقام تحت غرفة التجارة وصناعة الشارقة بدعم منهم ومركز إكسبو الشارقة في إكسبو الذيد. هذا المعرض الحقيقة يعني تم إعداد له بشكل مسبق لمدة يعني من سنوات سابقة، ولكن بحكم الأزمة يمكن نحن أجلنا، فشفنا نحن هذا هو الوقت المناسب لإطلاق هذه النسخة الجديدة والأولى من معرض الأصايل. معرض الأصايل اليوم أكثر من 25 شركة موجودين معنا، هذه كأول دورة يعتبر إنجاز ونجاح، لأن معظم الشركات أيضا موجودين في شتى أنحاء الإمارات وفي بعضهم مشاركين من خارج الدولة. المعرض هذا يركز على مستلزمات الخيول، الصقور، وأيضا مستلزمات خاصة بجميع أنواع الحيوانات الأخرى الموجودة. فنحن شملنا كل شيء في مكان واحد. ليش؟ المنطقة الوسطى في الذيد مشهورة بالجمال، أيضا بالصقور وحيوانات بشكل عام، فحبينا أن يكون في مكان موجود ونعطي أيضا ورش عمل موجودة اليوم في التلقيح الاصطناعي، في موضوع الورش البيطرية، فالاهتمام بالحيوان بشكل عام. فاليوم شفنا قبول كبير من الجمهور ويبون يشوفون شو الجديد، يلتقون في مكان واحد. هي الفكرة من إكسبو، التقاء الشركات مع الزوار وأيضا التجار. فنحن نحب إن شاء الله من خلال منبركم دعوة التجار أيضا والزوار لزيارة هذا المعرض المتميز والمركز على هذه الشريحة التي لم يعني يتم تسليط الضوء عليها. فنحن جمعناهم كلهم في هذا المعرض تحت معرض اسم الأصايل، وإن شاء الله مثل ما تشوفين اليوم الزخم والحضور بشكل كبير، وفي استفسارات وكثير مرحبين في هذا المعرض. فنحن متفائلين وعدنا نية في أن يكون هذا المعرض بزيادة نسبة 100% العام المقبل إن شاء الله.
تقريبا نحن نقول 30% مشاركين من خارج الدولة و 70% من المحلي موجودين بشتى أنحاء دولة الإمارات. أما نحن الحضور في حضور جاي من الخليج طبعا من الدول الخليجية، لأن الحين نحن أول يوم ما عندنا الأرقام، ولكن إن شاء الله بنزودكم فيها بعد نهاية المعرض بالمستجدات. ونحن بس بداية المعرض لاحظنا أن في يعني بوادر نجاح واضحة على المعرض، وفي اهتمام كثير وخاصة من الجمهور. اختيار إكسبو الذيد هو المكان الأمثل لهذا الحدث، لأن أنت في وسط الحدث، وهذا المكان الذي يعني ينفع ننظم مثل هذه المعارض. فهذه فكرة طبعا نحن نشكر صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة أيضا على اهتمامه في المنطقة هذه، ونحن أيضا نحاول نوصل نفس الرسالة بالاهتمام في هذه المنطقة الوسطى، وأيضا إن شاء الله بيكون لنا أيضا برامج جديدة في المنطقة الشرقية أيضا.